اليوم كنحضروا مع الوليدات ديالنا ونتمنوا لهم النجاح والتوفيق، ومن بعد واحد المرحله ومن بعد سنه دراسيه كامله، وهما كما كتشوف الدراري راهما ناشطين فرحانين، ونتمنوا الفرح والنشاط ديالهم يكون ان شاء الله مجرد ما ينتهي الامتحان، ونتمنوا النجاح لجميع وليدات المسلمين كيفما كانوا في جميع مشارق الارض ومغاربها، وخاصه في المغرب الحبيب ديالنا، وتنتمنوا لهم التوفيق لانهم راه اداوا واحد السنه دراسيه رغم الصعوبات ورغم ان السنه كانت صعيبه، والمهم راهم محاولين، وحنا تنشجعوهم وتنشجعوهم بالدعوات ديالنا وتنتمنوا لهم كل خير. ايوا حنا حاولنا اننا راه كتعرف الوالدين الله يسمح لينا من الوالدين، راه حنا استعملنا السوايع الاضافيه واستعملنا الدعم واستعملنا يعني اكثر واحد المجهود، ورغم ما انه ماشي في الطاقه ديالنا ولكن كنحاولوا باش نسدوا لهم ذاك الخصاص. السلام عليكم، انا كنجي مع البنيه ديالي باش ندعمها وندعم جميع التلاميذ اللي معاها، وكنتمنوا للجميع سنة دراسية ونتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله. ورغم أن كانت في بداية السنة كانت تعطلات وكانت إضرابات وكان والوليدات الحمد لله دعمناهم بالسوايع ودعمناهم بالدروس، ونتمنوا الله يوفقهم إن شاء الله تبارك وتعالى، ووفق جميع التلاميذ ديال المغاربة كاملين إن شاء الله، الله يوفق الجميع، ونتمنوا سنة دراسية ناجحة إن شاء الله 100% للتلاميذ ديالنا، الله ييسر الأمور للجميع. انا كنقول بان الجو مزيان هنا دابا، الظروف ملائمه بالنسبه لهذه الثانويه ديال الامام مالك. كيبان لي بان الدراري كلهم متحمسين. الولد ديالي انا المهم كان خدا واحد لا بريباراسيون اللي باديها من الاول ديال العام، كان الظروف ديال سميتو كان في لا في الليسي اللي كيقرا فيه ولا في لي كلاس اللي كان كيزيدو في السوايع اللي كان كيزيد. دونك بالنسبه لي كيبان لي بان راه موجود ان شاء الله، من غير الا كانت شي مفاجات ولا شي حاجه كان غادي يكون. وكنتمنى بالنسبه لي لا لي بالنسبه لي هو ولا بالنسبه للتلاميذ كاملين ان شاء الله يكون الامتحان في المتناول ويجيبوا دي مويان مزيان، لا بالنسبه لي ولا بالنسبه للدراري كاملين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.